حدثني احمد بن سعيد ابو عبد الله حدثنا وهب بن جرير حدثنا صخر عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما انا على بئر انزع منها جاءني ابو بكر وعمر فاخذ ابو بكر الدلو فنزع ذنوبا او ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ثم اخذها ابن الخطاب من يد ابي بكر فاستحالت في يده غربًا، فلم أر عبقريًا من الناس يفري فرية، فنزع حتى ضرب الناس بعطن، قال وهب: العطن مبرك الإبل، يقول: حتى رويت الإبل فأناخت